توصف الأخلاق الرياضية بأنها أرقى درجات الأخلاق في التعامل بين المتنافسين أو المتخاصمين، فهي تقوم على التسامح وتحييد الخلافات الشخصية. وإذا كان المثل العربي القديم يقول عند الشدائد تذهب الأحقاد، فإن من صياغاته المناسبة في عصرنا اليوم أن يقال عند الرياضة تذهب الأحقاد. سباق قطر قوس النصر الذي ترعاه دولة قطر في فرنسا والذي جرى يوم أمس الأحد كان مثالاً كافياً لإظهار الفرق بين خلقين وأسلوبين، خلق المعلقين والمحللين الرياضيين القطريين وخلق نظرائهم في دول الحصار. هنا في أحد أشواط السباق الأساسية حلت فرس سعودية في المرتبة الأولى، فماذا قال المعلق القطري؟ أنيبل للأمير خالد بن عبد الله السعود، تتقدم هذه الفرس، الفرس السعودية، السعودية إذا تتقدم مع أنيبل، 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 فرانكي دي توري الخيال الإيطالي بفارغ كبير يتقدم متفوقا على كل الأسماء التاريخية، أنيبل، 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 إذا تهانينا للأمير خالد بن عبد الله آل سعود. المعلق القطري ذهب إلى أكثر من ذلك، معتبرا أن الفوز ليس سعوديا فقط وإنما هو عربي خليجي. خيال الشقم ريسنج الذي أوصلها إلى بر الأمان ليكون الانتصار انتصارا خليجيا عربيا سعوديا بامتياز. وفي شوط آخر حصد جواد إماراتي المركز الأول، فكان نفس المعلق القطري على موعد جديد مع الفرح. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز بطاش وانتزاعه لجائزة قطر ديلابي دولونشو. التعامل القطري المهني والأخلاقي والواثق مع هذه الحالات يقابله أسلوب مختلف من مذيعين ومعلقين في قنوات بدول الحصار، يمتنع أصحابه حتى عن تقديم المشاركين القطريين للمشاهد على غرار بقية المتنافسين. فهنا لاذ المعلق الإماراتي بالصمت عندما وصلت الكاميرا إلى أحد الرياضيين القطريين، ثم عاد للتعليق بعد ذلك. هنا الآن الكيني، وهنا يختفي صوت المعلق طيلة مشاركة البطل العالمي القطري معتز برشم في ألعاب القوى بلندن وأثناء مراسم تتويجه، ليأخذ النشيد الوطني القطري مساحة الصوت الإماراتي الغائب. التنازل عن الأخلاق الرياضية بلغ حداً أكثر من ذلك، حتى أصبحت ميكروفونات قناة بي إن سبورت تمثل هاجساً مرعباً ليس للرياضيين والمعلقين فقط من هذه الدول بل للمسؤولين أيضاً. لا شاهد اللوجو حسن، هنا اللوجو، هنا اللوجو، والله تسأل الأخوة الإماراتيين يعني.